السلام عليكم الاخوان، كنتم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم على واحد المعلومه، واحد القضيه باش تعرفوها. هذه هي الخياطه ديال المرحوم، الله يرحمه ويغفر ليه، المرحوم الملك ديالنا الهمام الحسن الثاني الله يرحمه. هذه هي الخياطه ديالو، خياطه سامبل غير بالعقيدات وغير بثلاثه القطبان، كيدير شو الخماسي غير ثلاثه تبارك الله اللهم بارك. هذه هي الخياطه ديالو، حاولنا نخدموا موديل مع رغبة الزبون، بغى هذا الموديل. هذا ما فيها لا سفيفة لا والو، فيها غير البرشمان القطيب والعقيدة بلديين ديال الصفرو. شي حاجة مليحة تبارك الله، شوف اللهم بارك الإتقان. الناس اللي كيكبروا بينا، خويا شاكر من مدينة الرباط جا عندنا المحل، ومن اللي كان شوف الإنسان اللي كي اللي والله إلا كان في مناسك الحج، كان كيأدي مناسك الحج وفيرسا لينا الفلوس ديال التوب. قال لك خويا وديع هاد التوب هذا خليه ليا ديال الشعره الحره. الناس اللي كيبقاو يقول لك خلي ليا، ها السيد شنو دار؟ فيرسا لينا الفلوس في الكونت، قال لك خليه تنجي وشد لي العبار. وهذاك الشيء اللي دار، ملي رجع من الحج جا عندنا المحل وشدينا ليه العبار وقضينا مع الغرض. واحد النقطه كنت كنشرحها، كنقول لكم ان العقد كاين اللي كيمشيو حتى للفوق وكاين اللي كيخليوها ثلاثه. هاد ثلاثة كيفاش تخرجت الرواية وكيفاش تتخلقت؟ أن واحد المعلم واحد النهار، هادي راه رواية ولكن قصة ولكن راه واقعية، أن المعلم كان كيخدم هاد العقد، كان ديما كيخدمهم حتى الفوق. واحد النهار كانت جلابة مجروبة ديال رجل مسؤول، ما غاديش نقولو سميتو، كان رجل مسؤول وجلابة ديالو مزروبة بزاف، عنده مناسبة غادي يحضر بها. أشنو دار داك المعلم؟ جاوه المهم جلابه واجده، بقاو لي غير العقاد جاوه ناقصين. المعلمه كتخدم لي 40، خدمات لي غير شي 37 ولا 36، شنو غادي يدير؟ عوض انه يديرها كامله للفوق، جاب تصيره هكا وخلى داك لي سباس ودار الفوق، ودار جوج ولا ثلاثه الفوق، خلى داك لي سباس. ملي المسؤول شاف داك لي سباس عجبو، قال لي الله هذا شكل زوين، قال لي هذا شكل زوين ديما، قال لي ملي تبغي تخيط لي دير لي هذا الشكل هذا عجبني. صافي تمشي ديك الروايه ديال العقد هكا، ما العقد هما في الاصل راه كيتخدموا كاملين حتى الفوق. وعاد حاليا ملي ولاو الائمه كيديروا داك الميكرو هنا كيحطوه كيخليو هاد لي سباس. دابا الامام اللي غادي تبغي تخدم ليه جلابه ما خاصكش دير ليه العقد كاملين، حيت كيدير هنا الميكرو كيحطوه هنا. هادو معلومات حصريه من عند خوكم وديع البزيوي، معلومات من قاع الخابية من عند الحريفية القدام ديال مدينة الرباط، الحريفيين اللي خادمين 60 سنة 50 سنة اللهم بارك. الناس اللي كيعرفوا قلبنا كيف داير وكيبارطاجيو معنا معلومات حصرية، معلومات اللي ما يعطيهاش لكم أي واحد. احنا ما كنتحداوش أي واحد، ولكن كنعطيكم شي حاجة اللي حصرية، شي حاجة اللي بصح. دابا بزاف غيقول لك لا راه غير تلقاو، هذا الشيء راه واقع، راه شي حوايج كيوقعوا غير المعلم كيكون ذكي. بحال هذيك القضيه تاني ديال العقد هنا، ها تاني نعطيها لكم. هذيك العقد ديال هنا علاش كنديروها حنا؟ هذوك العقد هنا حنا ما كنديروش هاد العقد هنا للتزيين ولا ديكور ولا، كنديروا هاد العقد هنا كاحتياط. دابا الا كنتي انت مثلا نخدم لك جلابه حنا في الرباط، وانت كنتي مثلا في اكادير ولا وقع لك مشكل في شي عقده من هادو التحييدات، شنو غادي دير؟ غتمشي عند المعلم وغيحيد لك ديك العقده من هنا وغيديبانيها هنا، فهمتي؟ يعني ماشي هي ديكور، هي راه ديكور، جات ديكور مزيانه، ولكن الاصل ديالها هو هاد القضيه اللي قلت لكم. وتحياتي لكم ومرحبا، وشكرا لخويا شاكر على هاد التحفه هذه، هي وجدات ندوز ليها ان شاء الله نهار الاثنين لان لحد ما كنخدموش. ومرحبا بالاخوان، وهذا الشيء الصراحه راه والله الا كيفرحنا وكيعجبني، لان كنحيو التراث، كنحيو شي حاجه اللي حيه، شي حاجه اللي زوينه. وهذا الشيء اللي غادي تشوفوه مع اخوكم وديع البزيوي، دائما الجديد ودائما النقاء ودائما شي حاجه اللي راقيه. واخا حنا كنخلصوا الخياطه غاليه هنا في الرباط وسميتو، ولكن راه كنعرفوا علاش كنخلصوها غاليه، لاننا كنتهناو من الكليان. ما كيبقاش كليان كيقول لك لا هاد الخياطه ما عجبتنيش، لا كتعطيه كيلبس وكيشكرك وكيدعي مع والديك بالرحمه وكيدعي معك انت بالتيسير، هذا هو الفضل ما عند الله سبحانه وتعالى. تحياتي لكم ومرحبا وشكرا جزيلا لكم.